أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم زكي غورمان، مدير الوكالة الأورومتوسطية للاستثمارات، عضو مؤسس ومنسق منتدى المنتخبين الفرنسيين من أصل المغربي. موضوع الحلقة اليوم مكانة الجالية المغربية في التشكيلة الحكومية المقبلة. أهلا وسهلا سي زكي، مرحبا. سي عبد الله كنشكرك، كنشكر أنفاس على الاستقبال وعلى حفاوة القهوة، كانت مزيانة عندكم، تنشكركم عليها. مرحباً. وهذا شرف لي نحضر معكم ونناقشكم في هذا الموضوع اللي هو كنحبوه كثير. مرحبا سي زكي، وفي نفس الوقت كنعرفوا اولا بالمسار المهني ديال الضيف ديالنا. شكون هو زكي غورمان؟ زكي غورمان هو من مواليد 65 في المغرب، مهاجر قديم جدا، دراسات عليا في التعاون الدولي والتنمية التجارة الخارجية، مدير غرفة تجارية سابق في فرنسا، مكلف بالاستثمارات في المغرب العربي، مدير اليوم مدير الوكالة المتوسطية للاستثمارات التي ترعى بعض البرامج الاستثمارية أجنبية عالمية، إما في الطاقة أو في التجهيزات الأساسية أو في الطرق أو في هذا، تنجيبوا الناس اللي كيستثمروا هنايا وكنواكبوهم من في جميع الجوانب، يعني من الفكرة حتى الإنجاز. مشاريع نماذج المشاريع اللي خدمتوا عليها مثلا؟ مثلا مع محطة الطاقة ديال بني حرشان مع الكوريين والمصريين، اللي هي كانت تقريبا واحد 90 مليون دولار استثمار، اللي واكبتها حتى الاخر من جانب الاستشاره القانونيه، وحتى حتى في الاطار ديال مراقبه التسيير ديال الانجازات ديال الاشغال المدنيه وحاجات اخرى، وفي الحوار، وكنت كنمثل هذه الشركه العالميه لدى الادارات المغربيه وحتى للشركاء الخواص المغاربه. وكان عاوتاني واحد 3 ديال المحطات هما ديال الطاقه اللي هم في الصحراء في نواحي الورزازات، مع بعض من تركيا وبعض التنظيمات ديال بعض بعض المؤتمرات تاع الاستثمار وفتح او انشاء مقاولات لبعض الناس اللي كيطلبوها لنا دائما، اجانب بالخصوص، كنحطهم اما في الاراضي الجنوبيه ديالنا، في المناطق الجنوبيه او في الداخل عندنا هنايا. هذا هو الاختصاص ديالنا. نعم سي زكي، بخصوص تقييم تجربه الحكومه السابقه حول الجاليه، خاصه خلال الفتره ديال انيس بيرو وعبد الكريم بن عتيق ونزهه الوافي، كيفاش كتشوفوا هاد التجربه ديال هاد الحكومه السابقه؟ سي عبد الله سمحتي، غادي نكمل غير في الاطار هذا، حيت انا في عضو ديال المنتدى اوجين دو لا كوا، اللي هو منتدى خلقناه اطر سياسيه ديال مغاربه العالم من فرنسا، اللي كنعناو بها الشراكه لا ممركزه، يعني لا كوبيراسيون ديسونتراليزي بين الجهات الفرنسيه والجهات المغربيه. وكنديروا المنتدى الاقتصادي، كيجيو فيه اخر مره جبنا 130 مير وادجوان مير وسياسيين فرنسيين محض، وجبنا 50 مقاوله باش يجيو معنا، وان شاء الله قريب في شهر نوفمبر غنجيو وحدين اخرين. اما فيما يخص الحصيله ديال الساده الوزراء اللي ذكرتي، منهم سيبيرو انيس بيرو، كانت الاداء ديالو والحصيله ديالو كانت هزيله جدا، كانت هزيله جدا، وما ندخلوش فيها، ما نحتاجوش، لحقاش قدامت هذا الجرح قدام وتلم بلا ما نفتحوه. جا موراه بن عتيق رجل ديناميكي، ما كيحسبش الوقت وتيجري في اي مناطق، زعما كان فيه كيخدم صراحه في الله، ما كانش عنده واحد الميولات تقريبا سياسويه، ولكن كنا كنطالبوا منه يدير واحد الانجازات اللي بغات تبقى للعالم وتبقى تواكب بعد الديبار ديالو، وما دارهاش، وسبق خرج قبل الوقت من الوزاره، وتنظن بانه كيقول كون سمعت الاطور ديال الجاليه. من بعد جات استاذه نزهه الوافي التي لم تكن، هي كانت معينه ولكن ما كانش عندها شي اختصاصات، يعني ما كانش عندها لا الحريه حتى باش تسني شيك او لا باش تدبر بعض الامور، ما كانتش تدير، كانت طالبنا منها بعض المرات بعض الرسائل رسلاتهم، ولكن ما كانش تدخل، يعني كانت تقريبا شبه غائبه.
هذه الحصيله معك لحد الان ما لقيناش شي وزير او شي رجل او مراه تكون قد هذه المهمه ولنا في ذلك افكار وبرامج نهضروا فيها من بعد. نعم، اذا ما هي انتظاراتكم والمطلوب من الحكومه المقبله بخصوص مغاربه العالم؟ احنا كما كجميع المغاربه خرجنا من الحقبه ديال العشرة العجاف اللي كان فيها البي جي دي يسير الامور. اليوم كون جاء اي واحد من غير غيكون عندنا تفاؤل، يعني اي حد جاء من غيرتهم من غيرهم بعد هاد العشر سنين السوداء اللي دازت علينا كنكونوا متفائلين. كاين عز دخنوش اللي هو رجل اعمال كيخدم ببرمجه، يعني هو تكنوقراط في راسه، كنتمناو الحنكه ديالو في الاعمال ينجحها في السياسه مادام اليوم هو في 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 مكان التحكم في الامور وفي اطار ديال الدستور 2011 يعني كيعطيو واحد الاختصاصات كبيره، وكنتمناو يحقق البرنامج اللي واعد به الجاليه عبر العالم لا في افريقيا ولا في اوروبا، وعود واضحه مدونه يرجع لها وي 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 ويطبقها في ارض الواقع. كان عندنا واحد منى ديالنا من سي اخنوش انه يعزلنا من التيار السياسي ونديروا شي مندوبيه ساميه ملكيه مربوطه بالديوان الملكي ترعى مشاكل او امور مغاربه العالم، وحتى في الاستثمارات ديالهم اللي هي ضخمه، وشحال من واحد مشى جمع الفاليزه ديالو ومشى لانه ما لقاش داك هذاك مخاطب واحد كنلقاو تقريبا يوميا. انا في الاطار ديال التدخل يوميا عراقيل ما خصهاش تكون، عراقيل كتلقاها ما لا اساس لها، الموضوعيه الشيء يعني عنده شركه مزيانه والسوق عنده وهذا، وكان يحل مع المقدم ولا يحل مع القائد ولا يحل مع واحد المديريه يعني عراقيل المستثمرين المغاربه يعني هذاك الرواج باقي مصدي، خاصو واحد ليبريفيكاسيون باش تقاد باش تكون واحد ستوندار بان الانسان اللي جا للمغرب مغاربه العالم. راه حنا في الجيل الرابع وكنخاف انا بان الجيل الرابع ينسى هويته المغربيه، لان الثالث اليوم جاي باش يتحاسب مع الدوله. نعم. كيجي كيدير طيل كيدير وزين كيدير وما اكثرهم. نعم. كيتحاسب معك واش غادي نربح معك ولا لا، ولا نمشي لشي دوله اخرى. ومنهم اللي مشاو لافريقيا، منهم اللي جاو هنا ومشاو. يعني المطلوب خلق نوع من الشباك الوحيد، مخاطب وحيد للمغاربه العالم. الشباك الوحيد كاين، ولكن لا، احنا خاصنا اداره، جهاز اداري محض مرتبط بالحكومه كاداره من موقع قوه، وتحت الوصايه او التتبع ديال الديوان الملكي. علاش؟ لان جربنا بزاف الفاعل السياسي، يعني اي وزير جا كيقطم الجهود. راه دابا كاينين دراسات داروا، دراسات مجاليه دارتها الوزاره او دارها سي سي ام مثلا المجلس الاستشاري، او دارتها المؤسسه، نفس الدراسات ثلاثه الناس داروها فلوس. نعم. يعني فلوسنا. نعم. اولا ما نزلاش الارض الواقع، لان ذاك الفاعل السياسي من هذاك الوزير كيطلعوا لواحد الملف يقول لي عم سيدي حضرنا هذيك الدراسه وهذا الشيء اللي غديرها شي واحد يقول لي هذا ماشي وقتها، انا اللي كنحدد الاولويات. وي كدوز ديك الحقبه وكيبقى هذاك الملف مركون، كيبقى الا نمشي دابا نجبدو نمشي دابا ندخل الوزاره ولا فين غنجبد لك ملفات هاكا مصاوبين مزيانين دارهم اطور اكفاء، لان يعني احيي الاطور المغربيه كلها الفعاله اللي عندها قريحه البلاد، وما خص حتى في الوزاره وفي سي سي ام وفي المؤسسه كاينين اطور باغيين يخدموا، وهذاك الغطاء شويه تضيع لنا الوقت وتضيع لهم الجهود ديالهم. كنتمنى هادشي يتغير. ان ميسيون يعني مهمه كبيره عند سي عزيز خنوش، وهي ان اول حاجه اما يخلق وزاره قويه لها قوه وسلطه على القنصليات، ولها قوه على الاداره المغربيه. ماشي انا كوزاره نكتب لواحد العامل واحد الاشكاليه واقعه لنا كنكتب له راه هذا الملف فيه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، والعامل كيلوحوا في تقريبا في واحد المصلحه وكتبقى. نعم. واحد النهار مشيت انا كتجربه لواحد العماله، جبد لي المدير المكلف اللي السيد العامل عطاه يخدم، جبد لي الورق، جبد لي خنشه قد هكا، قال لي راه كاين كنحطهم هنا وصافي.
قلت لي شكرا عشان نقول له دونك حنا خصنا شي حاجه تغير دونك سي اخ نوش نعاولين عليك هذا هذا كخطاب مباشر مباشر لك. نعم سي زكي بخصوص عمليه مرحبا كيفاش كتشوفوا تقييم ديال هذه العمليه مرحبا خاصه على مستوى عوده المغاربه العالم عبر الموالي واش كانت شي عراقيل واش كانت شي صعوبات باش نعرفوا عمليه 21 هي عمليه عندها خاصيتها ديالها عندها واحد الخصوصيه ديالها علاش لقد تبنات على استجابه صاحب الجلاله لنداء المغاربه العالم لانهم عامين ما جاوش لبلادهم وعرفتي داك الشغف اللي عندهم باش يجيو لبلادهم الملك عطى اشاره بانه هاد الناس يجيو بحال اكثر من هذا اعطى واحد المثال بان قنن التسعيره ديال التذاكر لا في الطيارات ولا في الموانئ حتى ولات الجاليات الاجنبيه الاكثريه المغاربيه كيخرجوا شعار عاش الملك ولو كان ملك المغرب ملك علينا لن نقبل يده ولكن نقينا حتى ان نقبل حتى اقدامه شو قدميه يعني باش تعرف الرساله وصلت فاش جينا للانجاز كان تعثر كبير عند العرام هذاك انا سميته في الاول سميته خذلان العرام ملي كيجيك واحد الكلمه ديال سيدنا كتحطات صافي عندك جميع القوه جميع الصلاحيات باش تخدم ابقى ويجرجروا من هنا ويجرجروا من هنا ما مشاوش ما لحقناش الكوطه انا كان سائل باش دار واحد الدراسه لارام واش جابت الناس بوفره واش ديك الكوطه اللي كانوا والميم با هذوك الناس واش وصلوا بعدد مهم الموانئ يعني الخطوط البحريه كانت مصيبه كان واحد المرسوم حكومي اصدر على مستوى تعويض المهاجرين المغاربة ها اي هذاك نهضروا في الاخير نشوف واش واقع بعدا بان اولا الناس خلصات 3 المليون 4 المليون باش تجي نعم كانوا باغين غير يوصلوا هاد الناس لبلادهم توحشوا البلاد قال لك مادام تحلات اسير اسير خلص هذا لعب فيه لعب كبير يعني ربحات شركه اسبانيه وشركه شركه اسبانيه وحنا مقاطعينها باش تكونوا فاهمين نعم. وشركه ايطاليه كانوا مغلين الثمن هما اغتنموا الفرصه وذبحوا مغاربه العالم نعم. فاش نزلوا بصعوبه نزلوا جوج ديال المراكب على اعلى درجه من النظافه والتجهيزات صراحه لله نعم. ولكن ديك الصفقه تحولات عطاوها لواحد الخواص مغاربه اللي ما خدموهاش مزيان حرجوا الدوله وحرجونا احنا وحرجوا المسؤولين بالتسيير ديالها بطريقه عشوائيه نعم. وكان هناك مغاربة العالم كان مهني الأصفار الملاحية نعم. كاينين موجودين اللي غادي يخد هذيك الإدارة تعطي دوك جوج باطويات غادي يخدم بهم بواحد طريقة علمية وبواحد طريقة واحد أعلى درجة وغادي يكون تمام محتفظين عليه هذا كان نقول لك كمقدمة بأنها هي دازت هادئة ولكن ماشي ناجحة هذه ما بقاش فيها صداع ما بقاش فيها بزاف هذاك ولكن راه ما كانت ناجحه اما فيما يخص كنا تنقولوا على التعويضات بو التعويضات انا وصل لي بان ناس خلصوا 2.5 مليون وجاتهم 250 الف فرانك تعويض وهي كانت القاعده كانت الفرق بين التذكره المعتمده هي اللي نص عليها المرسوم الحكومي وتذكيره باش شراو كان غيردوا لهم هذاك الفرق لا ما ردوش الفرق دابا كي وصل لعتو 10% كانوا صرفوا شويه اكثر المهم لحد الان الناس ماشي فرحانين هي العمليه راه باقه سايره كاينين واحد لي زوبيراتور واحد 15 وشحال ولا 10 في الملاحه التجاريه اللي خدامين باش يعوضوا الناس هل هو باقي ما كملوش التعويض واش غيعاود يحسبوها ولكن التعويضات كتعطى لحد الان اللي عندنا ما كاينش تعويض كبير نعم وهنا سي زكي ما كتشوفش من الحكومه المقبله ولا وزاره النقل القادمه انها تخلق واحد اسطول البحري ولا باخرات تحصارم واحد فصر تحملات على مستوى نقل بيت القصيد جي تي اس بيت القصيد راه من العار ديال الدوله ديالنا يعني احنا دوله عندنا 3500 كيلومتر ديال الشواطئ نعم وعندنا بحر وعندنا محيط ها وما عندناش اسطول نعم راه بحال اللي تيقول لك الا حيدوا ما كاينش عندنا اسطول ما خصش يكون عندنا طيارات تمام هي هذه
ما عندناش اسطول بحري ما يكونش عندنا اسطول جوي. احنا عندنا اسطول جوي واخا كتكون ضرباته ضرباته الشمس واخا يكون تحطم تقريبا وكيعاودوا ينقذوه. احنا عندنا مشروع كجاليه كنطالبوا بان يكونوا على الاقل جوج ديال الخطوط، يعني تكون سات طنجة وتكون سات نادور على الاقل. يعني حتى في هذا وحنا مستعدين، شو حنا كيقول لك راه ما غتخدمش، حنا مستعدين بان عندنا الناس اللي كيسافروا في الشتاء وكيجيو في الربيع، وعندنا المهنيين ديال النقل النفعي اللي هما تقريبا واحد 3000 كاميونات هذاك العام كله غاديين جايين. يعني عندنا واحد يعني هاد، ولكن خصو لما غيعطيو التدبير. حنا عندنا برنامج كنا هضرنا معاه في بعض الاطور ديال الملاحه وطنجيماد، قلنا لهم ودي حنا بغينا عاونونا نديروا على الاقل باطو العام كله يدير سات طنجة، ديروا غير سات طنجة ومن بعد فاش يجي الصيف نكثروا دوك الاساطيل. لحد الان باقي ما باليناش، حنا كيحاولوا بعض المغاربه العالم يجمعوا واحد راس المال باش نقدموا واحد البرنامج استثماري في هذا الموضوع. تلاقينا مع المهنيين ديال الملاحه مغاربه تبارك الله عليهم، ما خصنا حتى شي حاجه، عندنا القدرات، عندنا لي كابيتان، عندنا لي كوموندون، عندنا لو ستاف تكنيك، عندنا يعني نوابغ في هذا الميدان. اعطيهم لينا نخدموا معاهم وحنايا نديروا واحد الخط حنا نعمروا. حنا جوج الباطوات لا داروا سات نادور وداروا سات طنجة، اكيد بان غيخدموا العام كامل وغيربحوا ما يخسروش. وملي تجي عمليه مرحبا ان شاء الله العام الجاي ديك الساعه كيولي داك الشيء بحال لوطيل. لوطيل في الصيف وفي راس العام كيدير 80% من رقم المعامله ديالو. دونك هذا الشيء راه يوقع. دونك هذا شكرا، تنشكرك بزاف اللي طرحتي هاد النقطه هذه اللي مهمه ومحوريه. كنشكرك سي زكي غورمان على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام على حسن المتابعه، والى موعد جديد. شكرا سي عبد الله. هذا المنبر هو منبر شريف يشرفني انا الى اقصى درجه ان ارفع صوت الجاليه مع سي عبد الله. قلب معك تبارك الله وافر من الاحاسيس ومن النظره الثاقبه في بعض المواضيع. كنشكر النظاره الكرام ولنا موعد ان شاء الله. شكرا سي زكي، بارك الله فيك. الله يحفظك اخويا.